ونستذكر شهيدا كبيرا من شهداء الإسلام، الشهيد الكبير عبد الصاحب تخيل، هذا الشهيد الأسطورة الذي سمعنا عنه وقرأنا سيرته العطرة، وقرأنا كيف أنه كان داعية يعمل بكله من أجل الإسلام، فكان أحد القيادات الأساسية في حزب الدعوة الإسلامية، وكان مؤسساً في هذا الحزب العريق الذي قدم رعيلاً كبيراً من الشهداء والمجاهدين. وأيضاً كان هم هذا الشهيد هو خدمة الناس وخدمة الإسلام وخدمة المذهب والعقيدة، وكان يهتم كثيراً بالشباب وتوعيتهم وإرشادهم. ولذلك اليوم عندما نقف لنؤبن هذا الشهيد بصراحة تعجز الكلمات عن وصف هذا الشهيد الكبير، ونستذكر اليوم في هذه المناسبة كل شهداء العراق، من شهداء جرائم البعث قبل 2003، شهداء الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية، شهداء الإرهاب، هذه الشريحة الكبيرة. ولذلك بصراحة اليوم مؤسسة الشهداء هي مظلة لكل شهداء العراق.